عاجل حماس تمطر سماء الكيان الصهيوني وتقصف 6 قواعد جوية. بيان عاجل من أحمد موسى يكشف عن تمديد مواعيد الإغلاق، ومسؤول كبير بالدولة يكشف عن السلاح الأكبر لمواجهة الكيان الصهيوني. وعاجل الحكومة تعلن موعد تطبيق قرارات مواجهة الوباء. وبيان هام من السعودية حول المواطنين الراغبين في السفر إلى مصر. وخبر صار من الحكومة للمواطنين حول زيادة المعاشات والأجور بأول يوليو المقبل. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. وفجر زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليق بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها ووطنيين. بيان عاجل من أحمد موسى يكشف عن تمديد موعد الإغلاق في مصر. عرض الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسؤوليتي المذاع عبر شاشة صدى البلد تقريرا مصورا من شوارع القاهرة بعنوان زحمة يا دنيا زحمة. وتوقع أحمد موسى أن تمدد الحكومة مواعيد الإغلاق وقراراتها لمدة 2 أسبوع آخرين في ظل الوضع الحالي. الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان قال في مداخلة هاتفية: سعينا لتقديم التوعية الصحية للمواطنين خلال فترة عيد الفطر لمنع انتشار الوباء. وتابع أن فرقا طبية كانت متواجدة في كل مكان للتوعية وفي عيد الفطر أيضا، لافتا إلى أن تم توعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاحات للتقليل من عدوى انتشار الوباء. وأضاف: نتعاون مع وزارة الداخلية وتم تطعيم طلبة كلية الشرطة باللقاح. وأشار إلى أنه سيتم تطعيم العاملين في المجمعات الصناعية وأصحاب المعاشات والسجناء. المصدر معانا كان من صحيفة مصر الآن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك وصلت للجزء ده من الفيديو، ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. يلا ندخل على الخبر التالي. انتقل لخبر آخر. وعاجل حماس تمطر سماء الكيان الصهيوني وتقصف 6 قواعد جوية. أعلنت كتائب قسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها وجهت ضربات صاروخية ل6 قواعد جوية للكيان الصهيوني ردا على الغارات للكيان الصهيوني على جنوب قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء. وذكرت الكتائب في بيان عبر صفحاتها على الإنترنت أن القواعد التي استهدفتها هي حتسور وحتسريم ونيفياتيم وتل نوف وبالماخيم ورامون. وكشفت الكتائب في وقت سابق عن استخدامها صواريخ من طراز Q-20 في ضربة صاروخية تسببت عن مقتل 2 وإصابة 20 آخرين في المجلس الإقليمي أشكول. ودخلت موجة العنف الأحداث بين الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية يومها 10، وسقط خلالها أكثر من 240 شهيدا فلسطينيا في غزة والضفة الغربية والقدس، بينما قتل 12 من الكيان الصهيوني. ربنا رب يعني يقف بجانب إخواتنا الفلسطينيين وينصرهم على الباطل لأنهم حق. ننتقل لخبر آخر معانا. ومسؤول كبير بالدولة يكشف عن السلاح الأكبر لمواجهة الكيان الصهيوني. الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء قال إن المبادرة الرئاسية بتخصيص $500 مليون لإعادة إعمار غزة تعتبر برهانا عمليا على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تعرف كيف تناصر أشقائها. عمران أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة المذاع على إكسترا نيوز أن مصر تدرك كثيرا كيف تراعي القضية الفلسطينية، وأن التعمير هو السلاح الأكبر الذي سيواجه به كل تدمير وكل مخرب. أكد أن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى في القلب. أشار إلى دعم الشعب المصري للرئيس السيسي داعيا له التوفيق في هذه المساعي لدعم الفلسطينيين. أوضح أن الأمر هو التوعية بأهمية المشاركة في تعمير ودعم غزة كلا بحسب قدرته ودوره، داعيا الجميع إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني سواء ماديا أو معنويا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ $500 مليون كمبادرة مصرية يتم تخصيصها لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة. السفير بسام راضي قال إن الرئيس السيسي أعلن عن قيام الشركات المصرية المتخصصة
بالاشتراك في عملية إعادة الإعمار بقطاع غزة. من جانبه أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن تأييده للمبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة، معلنا تخصيص 50 مليون جنيه من الأوقاف المصرية لتقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهالي غزة. مصدر معانا كان من RT، مرة واثنين وثلاثة، ربنا ينصر أهالينا في القدس، إخواتنا وأشقائنا بإذن الله على الكيان المغتصب. ننتقل لخبر آخر معانا وعاجل، الحكومة تعلن عن موعد تطبيق قرارات مواجهة الوباء. الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية كشف عن موعد إعلان الحكومة الإجراءات الاحترازية الجديدة للتعامل مع ذروة الموجة الثالثة، ولفت إلى أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة ستنعقد قبل الخميس لبحث الوضع الوبائي لتقرير الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة. قال إنه لا يوجد ما يمنع إصابة الأطفال بالوباء، حيث أن أي شخص يمكن أن يصاب بعدوى الوباء. ونوه تاج الدين خلال اتصال هاتفي عبر فضائية الحدث اليوم بأن كبار السن هم الفئة التي قد تعاني من أعراض شديدة حال إصابتها بالعدوى، مشددا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار الوباء. فعلا يعني جدتي توفت بسبب هذا الوباء الخبيث، ربنا يرحمها يا رب ويجعلها من أهل الجنة. أتمنى تدعو لها إن ربنا يرزقها بالفردوس بإذن الله. ننتقل لخبر آخر معانا وبيان هام من السعودية حول المواطنين الراغبين في السفر إلى مصر. السفارة السعودية في مصر أصدرت بيانا للرد على بعض وسائل الإعلام التي نشرت أخطاء حول بيان الراغبين في السفر إلى مصر من مواطني السعودية. السفارة قالت في بيان ليها: لاحظت سفارة المملكة العربية السعودية قيام بعض وسائل الإعلام بنشر خبر تحت عنوان الحكومة السعودية تفرض رسوما على الراغبين في السفر إلى مصر، وذلك خلافا لبيانها المنشور في حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. أضافت: تود السفارة أن توضح أن بيانها جاء ردا على استفسارات المواطنين السعوديين حول الإجراءات المتبعة عند الوصول إلى الأراضي المصرية، ومن بينها فرض رسوم تأشيرة دخول في المطارات المصرية بمبلغ 25 دولارا أمريكيا، والمطبقة من قبل الحكومة المصرية منذ 14 مارس 2021 على القادمين إليها، وبعدم وجود أي رسوم مفروضة من المملكة على المسافرين لمصر، ولذلك جرى التنويه. المصدر معانا كامل الوطن. هذا يعني كان تنبيها من السفارة السعودية في مصر للمواطنين السعوديين. ننتقل لخبر آخر وخبر صار جدا من الحكومة للمواطنين حول زيادة المعاشات والأجور بأول يوليو المقبل. ناقش مجلس النواب مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021-2022، من المقرر إقرار زيادة 13% لصالح 10 ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وستوفر وزارة المالية المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل، وتكون لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، وهي المخصصات التي ستسمح بدورها بزيادة المعاشات بالنسبة المذكورة. من المفترض أن تقر الموازنة الجديدة منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية، حيث تكون بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيه شهريا ودون حد أقصى، كما يتم منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي بحد أدنى 75 جنيه شهريا ودون حد أقصى. وتتضمن مخصصات الباب الأول من الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2021-2022 تمويل بما يقدر بمبلغ 2.5 مليار جنيه لصالح تحسين دخول الموجهين والمعلمين بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، وذلك اعتبارا من العام المالي المقبل والذي يبدأ في أول يوليو 2021، وبالتالي سيستفيد كل معلم بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، وستصل إلى 670 جنيه شهريا قبل الضرائب بناء عن قرارات مجلس النواب. المصدر معانا كان من صحيفة محتوى بلس. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم العبد الله الفقير إسلام الأمين من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.